استاذه نجلاء، برنامجك بقى حابه نبدا بايه؟ نبدا بالاهتمام بالبراعم والناشئين. الاهتمام بالبراعم والناشئين دول اكبر منجم لنادي الزمالك. احنا دلوقتي لو اشتغلنا عليهم وان احنا ما يبقاش في ظلم فيهم، لان بجد احنا اولادنا بتظلم في النادي، ما فيش اهتمام بيهم. عايزين كمان نعمل معسكرات للنادي، عمل مطعم مدعم بقيمه التكلفه، تسهيل اجراء. يعني خلينا نبدا بقى باول نقطه ونتوسع فيها سوا. يعني اول نقطه بالنسبه لك ايه؟ يعني دي ايه الحاجه اللي انت عايزه تبداي بيها برنامجك نتكلم فيها؟ اول حاجه اللي انا شايفه في ظلم لحد الان بنعاني منه قيد اللعيبه. قيد اللعيبه في يعني ايه قيد لعيبه؟ يعني في لعيبه مثلا تستحق القيد ما بتايدش، ولعيبه ما تستحقش القيد تتايد؟ ايوه في لعيبه كده، في ظلم كبير جدا. يعني انت ممكن تبقى ام ليكي ابن انا او بنت. ام وليا ابن ولحد الان بعاني من الموضوع ده. بيلعب ايه؟ يعني كره قدم. يعني انا ابني في يعتبر 2010 في ظلم. يعني في اول الموسم جه مدرب مسك اللعيبه وكان شغال معاهم كويس. بعدها حصل ايه؟ تغيير، اتحل المجلس، جه مدرب تاني، معرفش ايه علاقته بالموضوع، بس جه مدرب تاني. بعد ما حل المجلس، المفروض ده مدرب شغال بعد كويس. المجلس ما استقال اللي فات. لا، المجلس اللي بعده كمان. حل ده الحل المجلس ده من سنتين تقصد؟ لا، من سنة اللي هو بعد استقالة الاستقالة. المجلس الأخير. اوكي. لا، في مجلس تاني بعديه مسك. مفيش مجلس، المهم مش اللجنة الثلاثية. تمام. قصدك اللجنة بتاعت الدكتور عماد البنين؟ جه مدرب قبل دكتور عماد البنين، جه مدرب مسك الفريق وكان شغال كويس، كان ماسك 2003، ماشي عامل نجاحات كبيرة حلوة. بعد ما اتغير يعني اتغير بعديها، يعني قعد 40 يوم بعدين اتغير. اتغير مسك الفريق، طيب ماشي، خد تقييمات، شوف التقييمات ايه، شوف ده كان غير بقى اللي اول كان الموسم بيتأيد شاله، اللي كان اللي بيتأيدش دخل. عمل كده تغيير بمزاجه. وده موجود كل الامهات بتعاني. انا لو اقول لك كميه الستات وكميه اولياء العضوات اللي الامور موجوده في النادي وكميه الاعضاء، يعني انت مثلا ده مش في حتى الكوره بس، في كل الالعاب، يعني انت لما بتتجولي وسط الجماعه العموميه كل الالعاب فيها ظلم. يعني موجود. ولازم على فكره، لازم القطاع كامل لازم يشوف شغله في الموضوع ده. انت هنا جاي قطاع لازم تشوف شغلك. ليه الظلم؟ ان يبقى في عداله ايوه، لازم في يبقى في عداله، الاختبارات. ولازم انت تقف كده. ان كنت رئيس قطاع، رئيس براعم، رئيس ناشئين، لازم تشوف شغلك في الموضوع. لازم كل ام تعرف ان كل ام صارفه على عيله، او كل اب لازم تعمل حسابهم ان هم بيتظلموا. ليه ما تشتغلش على الموضوع ده؟ ليه ما ليه كرئيس قطاع ما تشوفش الصح ايه والغلط ايه والحاجات اللي بنسمعها؟ ليه الظلم؟ ليه يجي مدرب ما يمسكش الفريق من اول السنه، يحط على تركيز على دماغه من اول من دماغه من سنتين كمان. يعني من سنتين كان ماسك الفريق، فيفضل الانطباع لسه عنده. مش ده الصح. انت كل طيب. موسم يبقى إذن اللاعب بيتغير. حضرتك يعني هدفك من اكبر اهدافي الموضوع ده العداله في ده. اختيار اللاعبين في مختلف الرياضات نادي بالظبط. الزمالك. وانا الموضوع تمام. ده على فكره مش هسكت عليه. طب ماشي. مش هسكت خالص. تمام. يعني لازم ان انا الموضوع ده يتحط له حل. هقلب الدنيا عليه. تمام خلاص، يعني عرفنا كده اول حاجه في برنامجك. دكتور احمد، اول حاجه حابب تطرحها في برنامجك؟ اول حاجه بناء فرع اكتوبر. فرع اكتوبر ده يعني الارض بتاع اكتوبر 129 فدان، فانا ليا خطه ازاي اعمل الفرع، اعمله على مراحل. يعني مثلا احنا عارفين ان كل النوادي في مصر تقريبا بتبقى في حدود 30 40 فدان، فاحنا ممكن نعمله على اربع مراحل، عشان طبعا تكلفه الفرع حوالي 3 مليار جنيه، فطبعا النادي ما فيهوش فلوس تكلفه انشائيه يعني. طبعا، لان طبعا في استاد وفي حاجات كتيره جدا. فانا هعمل المرحله الاولى اللي هي تشغل النادي، اللي هي زي ايه؟ اعمل اربع ملاعب يد، اربع سله، اربع طايره، اربع سكواش، اربع بدل، اعمل خلص المبنى الاجتماعي، اعمل حمام سباحه، حديقه اطفال، بحيث يستوعب الاعضاء اللي هم أيوة. في المنطقه. يعني انا اعمل لها تخطيط واعمل لها حسابات، يعني لان ده شغلي وتخصصي، في حدود 400 مليون جنيه مثلا. طب هنقول ليه 400 مليون جنيه؟ هنجيبهم منين؟ في كذا حل. يعني في طبعا النادي هناك حواليه منطقه سكنيه
ممكن ابتدي اعمل محلات واجرها، اتعاقد مع بنوك ومطاعم حوالين سور النادي زي فرع المهندسين. دي هتديني كميه فلوس ممكن ابتدي اشتغل بيها. او في فكره برضو نعمل تسويق زي النوادي الثانيه بتعمل ادويه يعني. نعمل تسويق. طبعا الناس لما تشوف في شغل جد والمعدات نزلت على الارض وفي ثقه في مجلس الاداره الجديد هيشتركوا. ده يعني ده هدفي يعني. هل انت مجهز البلان بتاع الموضوع؟ طبعا مجهز البلان لكده، لان ده شغلي وتخصصي زي ما قلت لحضرتك. ومجرد ان المرحله الاولى خلصت او الناس شافت ان في شغل وفي على الارض الملاعب بتتعمل، طبعا الملاعب دي اللي بقول لحضرتك عليها تبقى اوبن اريا عشان ما تاخدش فلوس كتير. وهنخلي المرحلة الثانية بقى الصالة المغطاة والفندق والمستشفى، بس تكون الانتعاشة المالية طبعا، لان طبعا المنطقة هناك انت حضرتك هناك في حدائق اكتوبر وجنبيك حدائق الهرم و6 اكتوبر، ففي منطقة واعدة وناس كتير عايزة تشتري. درست المنطقة ودرست المكان طبعا. انا عامل فيديو هناك اتشافوا معظم اعضاء النادي، ورحت المكان ودرسه وعمل له دراسات وعمل له برنامج زمني اخلصه في خلال سنة. يعني انا اعمل مشاريع اكبر من دي 10 مرات وبخلصها في وقت اقل من كده يعني. يعني خلال سنه؟ خلال سنه على الاقل الفرع جزء منه قائم. الربع يعني ربع المساحه هتكون خلصت. لاستقبال اعضاء النادي. طبعا تمام. والشكل اللائق بنادي الزمالك بالشكل طبعا هتعمل على اعلى مستوى طبعا يعني. طبعا هنجيب الهيئه الهندسيه او شركه وادي النيل. تمام. نعمل لها امر اسناد لسرعه التنفيذ. تمام. وانا هشرف عليهم طبعا. تمام. يوم بيوم هناك. ده اول حاجه في برنامج سعادتك يعني. تمام. استاذه نجلاء، تحبي تاني نقطه في برنامجك ايه؟ اتفضلي. تاني نقطه في برنامجي ان احنا نادي الزمالك ازاي ما يبقاش فيه شهر عقاري في نادي الزمالك. نادي زي ده زي باقي النوادي. ما هو في شهر عقاري في النادي؟ لا، ما فيش شهر عقاري. احنا لازم يبقى عندنا شهر عقاري. وعايزين كمان في شهر عقاري مش بس ما يفتحش لغايه بالليل يعني زي النوادي الثانيه. في شهر عقاري بس بيقفل الساعه 2 الظهر. ما مين هي؟ طب ما انا ممكن اروح بره يعني. في النوادي الثانيه بيبقى في فتره مسائيه، بيبقى 24 ساعه عادي يعني. طول ما النادي شغال شغال. تاني حاجه تطوير الملاعب. دي الفتره بتاعت شهر عقاري. تاني حاجه تطوير الملاعب. عشان اطلع لاعب ناشئ او براعم لازم اطور الملاعب. اي ملاعب، في اي لعبه، كره، سله، باسكت، اي حاجه. تسهيل. طب انا حضرتك رحت بصيت على الملاعب يعني؟ ايوه، ولادي بيلعبوا، ولاد زمايلي وكلهم بيلعبوا. في حاجه تاني برضو ان احنا صرف المرتبات عن طريق فيزا. بدل ما الناس بتفضل واقفه طوابير والكلام ده كله، صرف خزانه النادي تبقى بالكارت. زحمه بص فوق ما تتوقع، ازدحام صعب. فعن طريق الفيزا وحد اقصى يوم 29 مثلا. الاهتمام بجميع الالعاب الفرديه. لازم نادي الزمالك يبقى فيه كره نسائيه. ازاي بحجم نادي الزمالك ما يبقاش فيه كره نسائيه؟ كره قدم. كره قدم نسائيه يعني. ايوه. دي هتبقى جميله جدا يعني، كلنا هنتبسط بيها، ولادنا وعيالنا. بس هي هتبقى اجباري عشان تبقى عارفه. تمام. يعني الاتحاد الافريقي اساسا مقرر انه عشان الانديه تشارك في البطولات بتاعته بعد كده لازم يكون عندها قطاع، يكون عند الانديه في افريقيا كلها اللي بتشارك في البطولات بتاعته قطاع للكره النسائيه. فالانديه اللي كانت بتهرب من الكره النسائيه. طيب دي من اهم النوادي. اقل من الزمالك فيها فرق. بس الاهلي وزمالك والاسماعيلي ومصر بيهتموا اكتر، لانه طبعا دي انديه كبيره ولها جماهير كبيره. فالكره النسائيه شويه في وادي دجله وفي يعني في انديه ثانيه. وادي دجله المصدره. رابع حاجه اروح للدكتور احمد. أوكي. بقى وهنرجع لحضرتك تاني. الدكتور احمد اتفضل. النقطه الثانيه تنميه زياده موارد النادي الماليه. يعني انا عندي خطه في الموضوع ده طبعا. ان احنا ناجر المحلات اللي هي المقفوله داخل النادي وخارج النادي، في محلات نستغل الدائر بتاع النادي، اللوحات الاعلانيه ناجرها للشركات، دي هتدي دخل للنادي. فرع اكتوبر هنعمل فيه محلات، لوحات الاعلانيه للوني بولز والاوت بولز اللي هي فوق سور طبعا النادي. اللي هي في جامعه الدول والمحور. نعمل محلات في فرع اكتوبر. فرع اكتوبر 129 فدان، يعني قد النادي بتاع المهندسين 4 مرات. هل محلات ولا ممكن تعمل مول كامل؟ ممكن مول طبعا يعني، ممكن يعني في الحته اللي فيها الاستاد دي، ولا محلات ومول يعني الاثنين ممكن.
يعني ما هو المول بيبقى عباره عن محلات يعني فممكن يعني نديه المستثمر بس هو المول بيبقى طول يعني المحلات مساحه وطول انما انت ممكن على السور زي بتقول المكان عندي يستوعب السور طبعا مكان منطقه سكنيه كبيره طبعا في يعني كثافه تعمل جوده ممكن الاثنين يعني نشوف ايه اللي يزود موارد النادي طبعا اهم حاجه برضو نجيب رعاة نستغل براند نادي الزمالك يعني عندنا فرق كرة قدم وسلة ويد نجيب رعاة اللي هو يتحط على التيشيرت بتاع النادي نجيب شركة اتصالات نجيب بنك نجيب شركة استثمار عقاري ده عايزه برضو مفاوضات وعايزه اتصالات طبعا ما ده ده ما ده ده, ده يعني ده البند ده لوحده ممكن يخش فيه يعمل 2 مليار جنيه لوحده يعني لو اشتغلنا فيه صح ده ممكن فلوس الرعاة دي تبني نادي فحاجات كتيره جدا يعني افكار كتيره جدا اللي هي فكره زوجة. تنميه الموارد طبعا لان المشكله في اداره خاصه بتنميه الموارد نعمل اداره طبعا يبقى في اداره للاستثمار موجوده مع الاعضاء المنتخبين في مجلس الاداره تمام هنعملها يعني تمام.